كيف أسرد لكم قصته؟ من أين أبدأها؟ وكيف أصوغها؟ وبأي شعر يستفيض بياني؟ من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى الحسين بن علي. متى استعبدتم الناس وقد ولدتكم أمهاتكم أحرارا؟ إنها كلمة خالدة قالها عمر وعاش في ظلها الحسين. زلزلي يا أرض، أمطري يا سماء، لقد مات الحسين. فيا أهل العقول، إن قتل سبط الرسول وابن البتول أمر مهول. فيا أبناء الأمة، لا تخبروا أعداء الملة بهذه الزلة، فإنها للأمة ذلة. إلى الذين يبحثون عن أعلى أمثلة البطولة، إلى الذين افتقدوا قيم التضحية والرجولة، إلى الذين فتنوا بالمنهزمين وتناسوا جيل المنتصرين، إلى الذين جهلوا مواقف الصحابة العدول فتصوروا العداوة بينهم وبين آل الرسول، إليهم جميعا نهدي هذه القصة. إني دخلت على الحسين بليلة فرأيت سيدكم يقبل ذا الفما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا نعيش مع الحسين، هذا الإمام العظيم. الحسين كان أصغر سنا من أخيه الحسن، لذلك فقد كان محل رعاية جده صلى الله عليه وآله وسلم، سواء أكان وحده أم مع أخيه الحسن. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبه حبا عظيما. يقول أسامة ابن زيد: طرقت باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم في بعض الحاجة، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هو، فلما فرغت من حاجتي قلت: يا رسول الله، ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ فكشف فإذا هو حسن وحسين رضي الله عنهما. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذان ابناي وابنا ابنتي، اللهم من أحبهما فأحبهما، اللهم إني أحبهما فأحبهما، وأحب من يحبهما. أخرجه الترمذي. وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسين على عاتقه فسال لعابه عليه فلم يغضب. أتدرون لماذا؟ لأنه يحبه. أتي بالحسين رضي الله عنه فوضع في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبال في حجره فلم يغضب. لماذا؟ لأنه يحبه. ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، أنت العلا في الوفا، خلف الحسين اكتفى المجد والعليا، المجد والعليا. أخي المشاهد، إن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدعاة إلى الأخذ به والسير على خطاه، فنحن في زمن فقدنا فيه الإحساس بمحبة الصغار، وإن زالهم منزلتهم فهم الآباء غدا، وهم رجال الأمة وفجرها المنتظر. بلغ بنا الجهل والكبر وقلة الرأي إلى أن تركنا مفتاح القلوب مغلقا مع الناشئة والأطفال. أما حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم فإن المفتاح بيده وعلى لسانه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أخرجه البخاري. في هذا الحديث قيمة تربوية قيمة، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهمية دعاء الوالدين لأبنائهم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم علاجا يتفرد به الطب النبوي للأطفال، وهو ركن من أركان المحافظة على صحة الطفل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما فعله مع الحسن والحسين رضي الله عنهما. بل رحمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تطال الحسين حتى وهو في عبادة عظيمة في الصلاة، في الصلاة. فعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، وهو حامل الحسن أو الحسين، فتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة، فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. يقول الراوي: إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد، فرجعت في سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت سجدة فأطلتها، ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه قد يوحى إليك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. أخرجه أحمد. سبحان الله، إن ذلك دليل رحمة القلب والفؤاد من قبل المصطفى لريحانة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إنه برهان على تواضع المربي للمتربي وحنان الكبير على الصغير، إنه نور ساطع يبهر فؤاد الطفل ويشرح صدره ويزيد في تفاعله. أخرج ابن ماجه والترمذي عن يعلى بن مرة أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى طعام دعوا له، فإذا حسين يلعب في السكة، وقد ذكرنا هذا الأثر سابقا، فتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمام القوم وبسط يديه، فجعل الغلام يفر ها هنا مرة وها هنا مرة، ويضاحكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه، فقبله وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. أما خطر ببالك أيها المشاهد العزيز أن تداعب صغارك وتمازح أبنائك وتسمع ضحكاتهم وجميل عباراتهم؟ كان نبي الرحمة، كان نبي هذه الأمة يفعل ذلك كله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. تصوروا معي يا أحباب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الحسين، الله ما أعظمها من قبلة، أعظم البشر يقبل الحسين، سيد ولد آدم يقبل الحسين، فأين الآباء عن هذه المعاني؟ القبلة لها دور فعال في تحريك مشاعر الطفل وعاطفته، بل إن القبلة تسكن ثوران الطفل وغضبه، بالإضافة إلى الشعور بالارتباط الوثيق في تشييد علاقة الحب بين المربي والمتربي. ولقد ظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم المسلمين حب الحسين رضي الله عنه، حتى قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. أخرجه الترمذي. وقد نقل إلينا خبر سيادة الحسن والحسين في الجنة جمع غفير من الصحابة. ما معنى ذلك؟ أبو هريرة وعائشة وأبو ذر وسعيد ينقلون لنا فضائل الحسن والحسين وسيادتهما في الجنة، ما معنى ذلك؟
أتدرون ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلن ذلك مرة بعد مرة، بل يكرر ذلك في المحافل الجامعة. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. يقول أبو هريرة: يعني الحسن والحسين، يعني الحسن والحسين محبتهما مرتبطة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبغضهما مرتبط ببغض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الشافعي: يا أهل بيت رسول الله، يا أهل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله، في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. يا أهل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله، في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. من لم يصلي عليكم لا صلاة له. هل يمكن لمسلم أن يبغض الحسين؟ اعلموا أن من أبغض آل بيت النبوة فليس له من الإسلام نصيب، كيف لا، وأنت صلاتك لا تصح إلا إذا صليت على آل البيت عليهم السلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما سئل عن بغض آل البيت ماذا قال؟ قال: من أبغضهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. اسمع معي هذا الأثر وتعجب. عن ابن أبي نعيم قال: كنت شاهدا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض في الحج، سأله عن دم البعوض، فتعجب ابن عمر فقال: ممن أنت؟ فقال رجل: من أهل العراق، من أهل العراق. فقال ابن عمر: انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا، هما ريحانتاي من الدنيا. أخرجه البخاري. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحبه الشديد للحسن والحسين إذا قدم من سفر تلقى الحسن والحسين، فيحمل أحدهما على بين يديه والآخر خلفه حتى يدخل المدينة، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه. هذه المداعبة والملاعبة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها يتعامل مع الأطفال، يغذي نفوسهم بهذه العاطفة الصادقة الطيبة، بعيدا عن الجفاء والقسوة وعدم إعطاء الطفل حقه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج من العيدين مع جمع من الأطفال، منهم الفضل بن العباس وعبد الله بن عباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة، رافعا صوته بالتهليل والتكبير. وعن إياس بن سلمة عن أبيه قال: لقد قدت نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم والحسن والحسين على بغلته الشهباء حتى أدخلته حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه، هذا قدامه وهذا خلفه. أخرجه الترمذي. وقد يجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين ووالديهما ثم يقرأ عليهم بعض آيات القرآن. عندما نزل قول الله تعالى:
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عندما نزلت هذه الآيات كانت فيها فضيلة واضحة لنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال السياق واضح، فيها رفعة منزلة زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينال أصحاب الكساء هذا الإخبار الرباني عن التطهير، فجمعهم وجللهم بالكساء ودعا لهم. أهل الكساء، من هم أهل الكساء؟ ما قصتهم؟ تعالوا معنا إلى أمنا عائشة رضي الله عنها تخبرنا الخبر، تقول: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة وعليه مرط مرحل كساء من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذا الكساء، ثم جاء الحسين فأدخله، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أخرجه مسلم. ولذلك سموا أصحاب الكساء، ولذلك سموا أصحاب الكساء. وفي رواية أخرى عند الترمذي أنه قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس، أذهب عنهم الرجس. فتقبل الله دعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فطهرهم كما طهر الله نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنص الآية. عاش الحسين مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فكان أجمل من الشمس في ضحاها، أوضح من القمر إذا تلاها، فمرحبا بالحسين. حزن شديد، متى؟ عندما حان وقت لقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بربه والانتقال إلى الرفيق الأعلى. كان خبر وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاجعة كبرى على جميع الصحابة، فمن كان يظن أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا العمر سيفارقهم؟ ولك أن تتصور أبا وابنا، جدا وحفيدا، معلما وتلميذا، فجأة يموت الإمام. إنها والله قاصمة الظهر، إنك ميت وإنهم ميتون. أمات محمد؟ نعم، إلا أن دينه لم يمت، وعلى الحسين الآن أن يستكمل الطريق. أيها الحفيد، امشي في ذلك الطريق الذي خطه لك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحسين ولأخيه الحسن كالوالد الرحيم والمربي الكبير، ولكنها مشيئة المولى سبحانه وتعالى. ولم تمضي على وفاة الجد صلى الله عليه وسلم 6 أشهر تقريبا حتى مني الحسين بفجيعة أخرى. لحقت والدته فاطمة رضي الله عنها بأبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وانتقلت إلى جوار ربها. تتجدد الأحزان في قلب الحسين مرة بعد مرة، وكأن المولى أراد أن يعد الحسين عليه السلام لما سيلقاه في الأيام المقبلة، وهو اللطيف الخبير بعباده.
ومضيت حسين إلى سفر والأمة أرقها السفر، وقفت تثنيك بلا جدوى ودموع الصحبة تنحدر. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أتت فترة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين. كيف عاش الحسين في ظل الخلافة الراشدة؟ كيف تعامل معها وكيف تعاملت معه؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومضيت حسين إلى كيف أسرد لكم قصته؟ من أين أبدأها؟ وكيف أصوغها؟ وبأي شعر يستفيض بياني؟ من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى الحسين بن علي. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ إنها كلمة خالدة قالها عمر وعاش في ظلها الحسين. زلزلي يا أرض، أمطري يا سماء، لقد مات الحسين. فيا أهل العقول، إن قتل سبط الرسول وابن البتول أمر مهول. فيا أبناء الأمة، لا تخبروا أعداء الملة بهذه الزلة، فإن